اليوم غنوريكم واحد الوصفه ديال الدجاج كيفاش كنطيبها. شوفوا انا معايا غتلقاو من غير هذاك الشيء الايراني وهذا اللي كياخذ وقت، انايا الوصفه ديالي داكشي خفن زربان بالزربه، ما عندناش الوقت فهمتوا. فانايا هادي هاد الوصفه هادي كنديرها ملي ما كيكونش عندي الوقت وبغيت شي حاجه بالزربه. هي ماشي كطيب بالزربه ولكن في ساعه كتوجديها وكتخليها تطيب في الفران. هذه وصفه ديال الدجاج اللي انا بعدا من نهار جربتها وليت كنعتمدها وزوينه بزاف. نورمالمون انا كنديرها كنشويها يعني كنديرها في الفاخر، كنطيبها في الفاخر، ولكن هي كطيب في الفاخر ولكن حيت دابا الصاه ما نقدروش نخرجوا للجرده ولا نطيبوا في الجرده لا بالنهار لا بالليل، وليت كنديرها في الفران. الله، هي صراحه ملي كنطيبها برا تما كان فيها الشغل كثار، يعني كطيبي برا داخله خارجه داخله خارجه، ولكن دابا ملي جربتها في الفران ولات دابا من اسهل الامور اللي كندوخ كنديرها. ولكن الوصفه ديال الدجاج كيجي واعره بزاف، تاكلوا عليها صباع يديكم. هاد الوصفه هادي ضروري غادي خاصكم فيها هاد ما عرفتش شنو هي، اسميتها رشد اللي شراها ما عرفاش شنو هو هذا، الله اعلم. غيخصكم بحال هذا هو اللي كتجلسوا عليه الدجاجه باش كطيب. وهنايا تنوصلوا لهاد البلاصه شنو باش غنعمرها ديك الساعه، هذا نتفاهم انا وياكم، ما باغاكمش دابا تقلقوا عليا. المهم هذا هو المول اللي كطيب فيه الدجاج. انا دابا غسلتها، انا اصلا ما كناكلش الجلده ديال الدجاج، اراش كياكلها. كنقول دابا انايا حيت الا جيت انا نقي، انا ما كنبغيش انايا اصلا، خاصني نحيد ليها الجلده، ولكن سألت كي ياكل الجلدة. المهم انا لو كنت كناكل الجلدة قراني اختي دايره ليها درت ليها السوان، درت لها حصه ديال السوان، ولكن ما كناكلهاش. كنقول ماشي مشكل نبقى نقي فيها بزاف لان داك الشيء غادي ياكلو. فانا ما غاديش نخدم، كيعجبني حيت ملي كنكون ما غنخدمش بالبوطه كنقري داك الشيء فوق البوطه. المهم ها هي الدجاجه، غادي تاخذوا دجاجه. المهم قررت انني نغسلها صافي. يلا دخلت من السوبر ماركت، مشيت بحال هكا السوبر ماركت وجيت وغادي نزرب على الغدا. المهم يا اختي اش كديروا؟ البزار، ملحه، وزيت العود، وتشيلي. هاني هاد تشيلي، البزار، الملحه فين هي؟ ما عرفت فين هي. غادي ندير هي نكب عليها زيت العود، كنحطها في بلاطو باش داكشي كامل يتجمع في بلاطو. اوكي زيت العود، ندهنوها اوكي، ومن بعد غادي ناخد الملحه. هاد الملحه عندي ما كتملحش، عرفت فين هي الاخرى، القرعه الاخرى الملحه، حيت انا عندي هاد الملحه ما كتملحش، غير غادي نبان لكم راني درت بزاف ولكن انا راه ما درتش بزاف. والبزار حتى هو كترك تروح حتى هادشي ما غادي يقضي والو. سلام قال اختي، قلي شوي، قلي اختي خليها شويه تطاب، لا حتى شي حاجه من داكشي. اوكي ايوا، وغادي ناخذ تشيلي، هادي تشيلي ماشي يقول السودانيه. كل مره كنزيد على المره اللي فاتت تقول لي اراش هاد الوصفه هادي، صراحه اراش اللي دارها اول مره ما نكذبوش. وانا وليت يعني عاد انا وليت كنعتمد راه اللي دارها عرفتي، ولكن كتشعي الا بغي الا عزيز عليك شي واحد في عائلتك وفي صحابك ديري ليه هاد الوصفه هذه، حيت غياكل دجاج ما عمرو ماكلاه. ممكن شدي داكشي بالدجلي بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا وبحال هكا، حيد لي هذا
الانسان يكون كيسخن هذيك درجه حراره ما درجه حراره مع شنو هو انا ما تدوخونيش بديك الهضره. المهم من الاحسن يكون سخن شويه يكون سخن فهمتي الدجاجه تدخل تلقى الصونه واجده. المول غادي نمسحو خاصي واحد القفيله صغاريه كنمسحو خاصني نشري وحده اخرى اللي كثرت هاد الدجاج ما كيجي بنين ما كتقدش وحده ماشي ما كتقدش هي عاتي فيها الخير والبركه ولكن اوكي هادي هي اللحظه ديال الحقيقه اللي انا كنت باغا نقول لكم دابا هاد الدجاج كيفاش كيجي جوسي وكيجي عاتي كيجي عاتي راه كيجي رطب واحد الدرجه ما كتصورش. هاد الوصفه هاد الوصفه كدار فيها لابيغ ايوا كدار فيها لابيغ يعني هاد البارتيه هادي كتعمر بلابيغ كاين اللي كيعمرها بالفان. نتوما بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله مع لابيغ وداكشي ما كيشربوش او ما كيستعملوش الكحوليات ما عرفتش شنو غادي شنو هي الحاجه اللي غادي يقدروا يستعملوا في بلاصه هادشي كيقولوا خل التفاح ولكن انا ما تقولونيش انايا انا ما عارفاش انا ما عارفاش كنت سمعت بحال سمعت انهم كيستعملوا خل التفاح باش كيجي داكشي رطب وهذا مي انا كنستعمل صراحه القليل من الفيره. انا عمرتها هانتوما اللي كتشوفوا هانتوما باش تعرفوني انا مولفه كنطيبها نسيت اوكي كتجيبي سميتو هانتوما هذا ديال باتمان كتحطيه ترجعي الفوق هانتوما بحال هكا وغادي نشد الدجاجه هكا كتحاولي هكا تجلس. هاد البلاطو اللي درت فيه ليقامو داكشي هو نفسه غادي نستعملو باش غادي نقطع البصله والفلفله و وداكشي اللي انا باغا ندير مع الدجاج. اوكي ها هي الدجاجه كي كتبان لكم بحال هكا كتجي وعاد غادي ومن بعد غادي ندير لها هذه الغلاقه اللي دويت لكم عليها. شوفوا انايا ما عارفاش تقولوا لي قلت انا ما عارفاش اشنا هو المحلول او المكون اللي تقدروا ديروا في بلاصه لابيغ انا ما عارفاش فيقدر هذا غيدير فرق كبير في الطعم ديالها وفي كيفاش كتجي حيت لانها كيخليها حيت هو كيبقى يتبخر هنايا لداخل وكيخليها تجي بحال هكا راه ما يمكنش راه المذاق والبنه ما يمكنش وطبعا كيختلف ما بين انك كتشويها كديريها في الشوايه وانك كديريها في الفران هي نورمالمون ديال الشوايه ولكن انايا بديت كنديرها في الفران لانني ما يمكنش نطيبها برا الصهد وراكم عارفين ف يس اللي كيعيش في شي بلاد يقدر عنده الجو زوين يقدر يطيبها في الشوايه هذيك الشوايه اللي كتفهمتي كتحطي فوق منها وكتسدي فيس فهادي كتجي هنايا بحال هكا كتسديها وبحال قلتو ملي كدوز واحد 28 دقيقه كنزيد عاد كنزيد الخضره حيت سينو اللي درتها من الاول قلت لكم الا درتها من الاول غادي كتذوب فريمون كتذوب فكان بحال ملي كيتماص الطياب كنزيدها والو في الملح او هذه كندير الزيت غير باش ما تبقاش تحرق ليا وداكشي تاع ديك الريحه والخضره
كنلوح شويه الزبده، كنلوح الزبده مع الخضره والملحه وبزار، راكم عارفين ما كاين حتى شي حاجه اكسترا، شي حاجه ما كايناش في الاقامه وداك الشيء. دابا الناس كيبقاو يقادوا ويصوبوا، دير كنور وقلي ورمي هادي من بعد هادي، ومن بعد 35 دقيقه دير هادي ومن بعد باش يجيبوا البنه، ديروا كنور ولا جات البنه. هادي ملح وبزار وزيت العود. الخضره راه عندي في ساعه ايوا صافي. ودابا غادي ندخلها للفرن. غادي نقاد الوقت، غندير واحد غندير 30 دقيقه، هي 30 دقيقه ولا 35 دقيقه هي الاولى ولا 30 باش تسرسر ليا باش نجي نلوح الخضره والبصله. البصله غادي نقطعها طويله اصلا كتذوب، يعني ماشي تخافوش منها. وكنحطها في هاد البلاطو هذا اللي كبيره درت فيه داكشي الفلفله. شوفوا هاد المقدار ديال الفلفله، جوج فلفلات، بصله جوج بصلات، هادشي على حساب شحال عندك ديال الناس ولا شحال نتوما في الدار. حيتاش سمحوا لي حيتاش الكاميرا ما مقاداهاش، حيتاش ما حيلتين طيب ما حيلتين نحط الكاميرا في بلاصه مقاده. هي كنديرها هكا مدوره ايوا ما نعاودش لكم شحال ديال الصهد. ايوا الصهد حنايا في الصيف دبي كانوا ينشفوها من مورا الجاج مورا الشطاجم، ما كنبقاش نشوفو الزنقة. نديرها هكا حتى هي نضيفها الى البصل كندير حتى هاد خيزو هذا عرفتو كيجي شحال بنين، ما كنشبعش منه قدر. هذا كيكون هكا مقشر مغسول كلشي، ولكن طبعا كنزيد حتى انا مغسلو. غادي نقسمو هكا على جوج هكا طول. غادي نزيد شوية ديال البزار والملحة دجا. انا غادي فاش غادي نحطهم هادو غنحطهم في الجناب ديال هذا فين حطيت المول، فين حطيت الدجاجه هذا كنحطهم في الجناب. غادي نحط حتى هذا، غندير الزبده فين غيطيب هادشي. عرفتوا الريحه اللي عاطيه؟ راه ما يمكنش عاطيه الريحه بحال عرفتوا فاش كتكونوا في الصيف وكتكونوا دايزين من شي بحر كيخيموا فيه الناس ولا المحمديه ولا هادو كتشموا واحد الريحه الشواد ديال الحوت. هذه هي الريحه اللي عاطيه دابا في الكوزينه كتشهي ديال الصح وصافي. قيلوا معايا انايا وحق الله فيا قاعده ما كنعرفش نطيب، انا فاش كندخل نطيب في الكوزينه ما كنخرجش نخرج معايا الطبسيل عامر واجد كاين ماكله ما عرفتش علاش. ودابا انا يا كنحطها في الفران دايره السرسير وما قادراش نمشي. دابا انا قاد غاز غاز في الكوزينه خليني، حيت لا انا بديت نصيب شي حاجه ولا مشيت نصور شي حاجه ولا مشيت ندير شي حاجه غنسى راسي الوقت كيدوز دغيا وما كنحسش بيه. المهم اش كنت باغي نقول لكم بخصوص الفيديو اللي لحت قبل من هذا الفيديو اللي كنتم كتفرجوا فيه، وهذا اللي
كان العنوان ديالو كيفاش تخليه كيفاش تخليه يتزوج بك. بزاف ديال البنات كومونطاو ليا كيقولوا لي روعه، بعدا وحده كومونطات ليا قالت لي روعه انا انت عزيز عليا وهذا وهذا، ولكن المستوى ديال العنوان والمستوى ديال الموضوع ما كيليقش وبرارارارارو المستوى. لا بالعكس، خاصنا حنايا خاص كيف عوض تقولي للبنات خاصكم تقراو وخاصكم تخدموا وديروا ديروا ديروا. قالت كتقول لهم كيفاش تجيبوا الراجل وفهمتي. وبغيت كنت كنفكر واش ندير فيديو بوحدو ونجاوب فيه على لي كومونتير ولا هذا. المهم انايا باش نجاوب على هاد الكومونتير في الفيديو، اول حاجه غادي نقولها لكم راه شوفوا راه الهضره ما كتقاداش. يعني انايا باش غادي نهضر لكم على موضوع ديال كيفاش تخليه يتزوج بك، راه ماشي غير فيديو فيه 40 دقيقه او 30 دقيقه او 35 دقيقه صافي، انا غادي نقول لكم فيه كل شيء. شحال من واحد كيهضر على الثقه في النفس او كيهضر على قانون الجذب، شحال ديال الفيديوهات خاصك تفرجي فيهم وما تقاداش الهضره، ودائما كاين الجديد ودائما ودائما ودائما. انا وخواتاتي راه كان ملي تزادينا وملي بدينا كنعرفوا حنا كنهضروا كنتحتوا، لحد الان باقي ما تقاديناش في التحتات والهضره وباقي كنجبدوا نفس المواضيع. ففيديو واحد راه ما كافيش باش ان الواحد يهضر على الزوايا او يغطي جميع التقابي في الموضوع، ما يمكنش، مستحيل. ف كتحاولي تجبدي داكشي المهم ولا داكشي اللي جاك في دماغك ديك الساعه وكديري الفيديو. الحاجه الاخرى اللي انا بغيت نقول لكم هو انه اكيد انا غادي ندير لكم فيديوهات جايين وجايين وكجوابا على هذا الكومونتير وهذا، بغيت نقول لكم البنات باللي انا فاش كنهضر راه كنهضر مع الدريه او البنت تكون قاريه ديجا، كنهضر على مع بنت اللي ديجا خدامه على راسها ديجا مستقله ديجا وديجا، ما كنهضرش قاريه، ما كنهضرش انا مع البنات مع بنت مدى قاريه ما مزمره ما حتى شي حاجه وقالت انا كنعطيها في النصائح كيفاش تجيبي الراجل. ولا قلتي لي روعه عيب تقولي للبنات كيفاش تخليه يتزوج، حنا بغينا يتزوج بينا ما بغينا، واش حنا بغينا نبقاو نزندقوا مع بالزنقه؟ اصلا انا ما قلت شي حاجه ديال العيب، كيفاش تخليه يتزوج. واي بنت كتلاقى مع راجل كيدخل لها الخطره وكتبغيه وكتشوفه هو الزوج المناسب كتبغيه يتزوج بيها، ولا قلتي العكس ولا اي واحد قال العكس راه كيكذب على راسو او كيكذب علينا. البنت حلم الاحلام ديالها من غير الخدمه وهذا، انا تلقى ما غنقولش الناس في الاخر ما كتعجبنيش هذه الكلمه، ولا كتلقى واحد الانسان تكمل معاه حياتها تفاهم معاه وهذا وتزوج به. فانايا هذاك الفيديو انا كنقصد به هو انه البنت فاش كتلقى هذاك اللي باغاه كيفاش تخليه يتزوج بها، وعطيت بعض النقط غير ثلاثه النقط اصلا، يعني راه ما مكملاش الموضوع كامل. فعادي فتا واحد ما يخليني حتى واحد ما غادي يخليني نحس بلي انا درت شي حاجه غلط ولا درت شي حاجه ماشي هي هذه. اي بنت كتشوف واحد عجبها ودخل الخطره كتشوف فيه بات ولادها وغيجي زوج زوين، خاصنا نعطيوها النصائح كيفاش تلوي عليه صافي سالينا، قولي حتى شي واحد شي حاجه. وبالنسبه للبنات اللي ما قاريه ما مزمره ما حتى شي حاجه، بغيت نقول لك باللي راه ضروري خاصك تكوني قاريه، راه هادشي راه ما يمكنش لك ديريها جايه بلاتي بلاتي. حنا دابا بحال غادي نديرو التتمه ديال الموضوع، راه الراجل ولا ما قاريه ما متعلمه ما خدامه راه بقيتي تما ولا غادي تزوجي؟ يعني هذا انا دابا الميساج لهذوك البنات اللي ما قاريه ما دايرين، غادي تدي عريت الرجال ما عرفاش نقول لك، راه تقدري تزوجي ولكن غادي تزوجي بواحد حيت انت كتدي داكشي اللي هنا في دماغك غتجذبي، انت ما قاريه ما مزمر بغيتي اش بغيتي تجيبي؟ ايه اش بغيتي تجيبي؟ غتجيبي تجيبي وزير؟ لا خويتي، هذا قانون الكون قانون الحياه، كتجيبي ما انت عليه تجذبين ما انت عليه صافي، راه غتزوجي غتقدري تزوجي. ما غنقولش انا وحده ما قريتش ما غاديش تزوج، وحده ما عارفه ما تكون لا ما مدتش شي حاجه ما غاديش تزوج، غادي تزوجي حبيبه، ولكن غادي تجيبي راجل اللي غيبقى مدوخ لك راسك حياتك كامله. المهم حيت شتي دايخ غادي تجيبي واحد دايخ. اللي بغيت نقول لكم البنات باللي ها حنا بحال قلتي غادي قلت لكم غنديروا تتمه ديال الموضوع ونقاط اللي انا ما هضرش عليهم في هذاك. شوفوا البنات دابا الرجاله ماشي حيت هما كيقلبوا على المراه خدامه حيت باغي تصرف عليه وهذا، ما تهضرش انا على هذا. الراجل ضروري ملي تكوني تتلاقي واخا تكون واحد الانسان خدامه وكتمنى انها تتسد تتجلس في الدار
خاصك ضروري، هذه قاعده من القواعد باش تلاقاي مع راجل ويقدرك ويحطك فواحد المرتبه وهذا. دابا انا ممكن كنكون كنصور كتمشي ليا الهضره، المهم فهموني كيمشيو ليا المصطلحات، ضروري تكوني خدامه. الراجل فاش كيتلاقى معاك، انا كنهضر على الراجل ديال القلب اللي بغيتو وبغيناه وكلشي بغاه، وبغيتو لخواتاتي وبغيتو وبغيتو للعزازين عليا. انا كنهضر على واحد النوع ديال الرجال في دماغي انا لقيتهم، ما ماشي اي راجل، ما تهضرش على اي راجل. هاد النوع ديال الرجال اللي قلت لك تمنيتو ليكم المتابعات ديالي وخواتاتي واللي عزيز عليا، ما عمرو غادي يتزوج بك الا تلاقى معاك اول مره وتعرف عليك ولقاك ما خدامش. حيتاش اش كديري في حياتك؟ ضروري حيت كياخذ عليك واحد الفكره، كياخذ واحد الفكره مسبقه، السيده ما خداماش. ماشي حيت هو باغيك تصرفي عليه ولا طامع فيك، لا، بزاف ديال البنات كيسحب لي مره الراجل طامع فيها ولا كيسولها واش خدامه. حيت الانسان نورمال خاصو يكون خدام، حيتاش اون فوا غتقولي انا ما خدامتي واش كديري؟ كبدي تخيل حياتك كيفاش دايره، كتفيقي الصباح ما عندك حتى شي هدف، ما عندك حتى شي هوايه، ما حيتش هادشي كتسولي عليه يا بنتي شنو كتعجبك ديري، شنو هو الدومين ديالك، اش قريتي، القايمه تقولي. صافي المرة الأولى فاش كنتلاقاو كنضل ناخد عليك أنا فكرة، ما قريتي، خرجتي من التاسعة، حنا ما كنعيبوش، أنا ما كنقولش لك القراية راه ضروري باش غتخدمي واحد الخدمة تدخلك بزاف ديال الفلوس، راه الناس ما قراوش ولا ما هذا، ولكن مطفرينو فهمتي، خدمو شي خدامين اللي ما هما اللي خدمو ووصلو داكشي ويش هادشي. كيف قلت لكم خدموا شي خدامين اللي كتقولي شوف هذا ما قراش ووصل ودار ودار، هذو راه حالات خاصه، هذا راه ماشي هي القاعده ديال الحياه، ولكن خاص داك لي باز اللي كي ضروري كيتخادو في المدرسه. انا ما كنقولش لك المدرسه هذا موضوع واحد اخر، المدرسه اش كتعلمك وهذا راه تخربيق. انا بالنسبه ليا واش خدمت انا بالاعراب، ما خدمتش بالاعراب، انا خدمت باكس اللي اكس لأ. ولكن هما هادشي ما كتخدميش به، هو لكن غير لو في ديال ان دماغك يقدر يستوعب واحد الامور اللي كنقراوها في المدرسه، بحال كتاكتيف لك شي حاجه ولا شي حاجه كتانلوكا في دماغك. الدماغ راه انا بالنسبه لي كنقول بلي هو بحال فيه لوكس، يعني قفوله، ومره مره كيتحلك واحد القفل، ولا ما حليتيش ديك القفل بالتفكير او بمعرفه او بمعادله او اداه، غادي يبقاو بحد غيبقى متقوقع، عفوا متقوقع، فهمتوني انا جدا اختي تهضر على هذا الشيء. المهم غير بغيت نقول لك، من واحد كتقول ما قارياش، ما 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 خداماش، ايوا واش كدير هادي الانسان كيقول اوتوماتيكمون، كيقول هاد الانسان غادي نتزوج اوتوماتيكمون، ما غاديش ما يتخيلكش حتى زوجه، لان كيقول كيفاش انا غنجيب وحده ما عندها ما يدار في حياتها، غادي تجي تبقى مقابلاني وكدير لي مشاكل. فهمتي انا كنهضر على الفيرست امبريشن، ملي كيتلاقى معاك وكتقولي اشنو كديري، انا كندير هاد الرياضه، شنو كيعجبك ديري، شنو هذا، شنو قريتي، شنو تلقاي ما تقولي قريت هذا، قريت مثلا انايا، انا واخا ما خداماش بداكشي اللي قريت، ولكن ملي كنوقف عليها كيسولني شي واحد، ها انا دابا ربيت بيت، ولكن كيسولني شي واحد اش قريتي، قريت انايا جابتها المناسبه جرافيك ديزاين، لالا خديت الباك ديالي من بعد ما سقطت في الباك عامين، خديت الباك ديالي درت جرافيك ديزاين، خديت الدبلوم ديالي، ومن بعد درت لافاك درت اتيود اونغليز. انا ما خدمتش بداكشي، انا ما من الاول انا عارفه راسي ما غنخدمش شي حاجه، انا ما بغاش بيرو، هذه بلانز عندي انا من الاول، ما بغا لا بيرو لا تجربه، غنخدم ديال راسي، وهادشي اللي كندير دابا، ام كونتنت كرييتر، صانعة محتوى، خدام على راسي، وهادشي راجلي كيقدرو فيا ملي كيشوفني كنقادو كندير المونتاج وهذا، انت كي فهمتي كيقدرك، كيقدرك كثر. شوفوا راه كاين اللي ما غتفهمش هاد الهضره، ولكن حتى الراجل تشري واخا كياخذك ويقول لك جلسي ويعطيك الصالير، انا لقاني خدامه وجلسني وعطاني الصالير ديالي وكلشي، ولكن واخا هكاك كيبغيك ديري شي حاجه واخا تكون غير هوايه، ماشي ضروري تجيبي الفلوس، هذيك اللي جبتي الفلوس هذيك خلاص، كيبغيك تكون عندك واحد الهوايه خاصه بك، يعني واحد العالم ديالك راسك، كتمشي لاصال كديري شي حاجه، كتبغي تزيدي براسك لقدام، حتى هو كيعيش معاك وكتبقاي تكبري قدامه وكتبدي تغيري قدامه، حتى هو
كتبقيش نفس الانسانه كيشوفك كتطوري ما تبقاي تجي تجلسي شوف الجلوس راه ما مزوينش ما مزيانش راه ما نصح به حتى شي وحده راه واخا حنا كنهضروا عليها واخا راجلك يلقاك خدام ويجلسك غيوصل لواحد غتوصل لواحد المرحله ما يبقاش يحترمك ماشي هو كيقصدها ولكن هكا واحد الانسان ما تيزيد حتى شي حاجه في الحياه ما تيجيب حتى شي حاجه للطابله ما كيفيدك حتى شي حاجه ما كيفيدش راسه هو انا نهضروا على يفيد راسه هذا يفيدك نتايا هادشي راه بين الازواج راه تنهضر عليه بين الازواج انا تنهضر على العلاقات الصحيه ولا ما تنهضرش على هادي بلان هذا معاها فلان باش يصوفيها ولا ما تنهضرش على هاد الشيء انا تنهضر على العلاقات الصحيه الزوينه هذا ف كي قلت لك تبقى شي يحترمك فرق الصباح تجلسي هادي ما انت ما مخصصش وقت لراسك انت ما عزيزش عليك راسك حيت واحد الانسان ما تخلقش باش انا كنقولها انا تنقولها من تجربتي ما تخلقش باش يجلس ويرتاح عاكي مرض ف باش نرجعوا للموضوع ديالنا ضروري البنات تكونوا خدامين ضروري تكون ما كيهمش شحال كتشدي في الصالير انا هنا ما كنهضرش لك شحال كتشدي في الصالير الانسان فاش كيكون خدام راه البيبان كتفتح لي فاش كيجي يتعرف عليك الراجل خدامه واخا كتشدي 30000 ريال 40000 ريال كيقول هاد الانسانه كخدامه خدامه على راسها ما كترضاش تمد يديها ما كترضاش تاخذ من عند شي حد فهمتي كياخذ كيكون عليك واحد الفكره راه واخا الخدمه الله يجيبها ما هي ما خدمه ما والو عاكي حرطو عليك وعاب 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 ولكن المهم هادي راه مهمه راه بغيتي ولا كرهتي دابا الوقت تبدلات الوقت تبدلات ومبقاش داكشي ديال والدينا دابا المراه ولات باغا الحقوق المراه ولات كتبغى تبان وداكشي فماشي غتبغي تباني وهذا وبغيت وانت ما خداماش على راسك واش فهمت قبل الرجاله صافي المراه جالسه تتربي الولاد وصافي حتى واحد ما يحكم عليها ويقول لا هذه دايره وهذه ما دايراش هذا صافي ولاو البنات خدامين ولاو البنات ديال كيديروا اليوغا هازه القريعه ديال الماء ديال اختي وهازه الصاك ديالو غتدير لك اليوغا وتلبس لك اللبسه ديال اليوغا وداكشي وانتيا محركه الدريه ها هي الماتشه في الصباح ها هي القهوه غادا وهازه النوت بوك ديالها فهمتي واحد اللايف ستايل تجي تعرفي على الرجاله كيشوفوا هادشي في السوشيال ميديا وكيشوفوه كيقول واو داكشي ملي تجي تعرف عليك انتيا كتقول لك اش كديري ها خارجه من التازه ما خداماش حيت شافة باش يقارن كيشوف باش يقارن كيقول لي شنو ندير بها انا باغي وحده تدير مهليه في لاطاي ديالها مهليه في راسها مهليه في هادي مهليه في هادي اللي جا غندير بها انا الرجال راه هما كيختاروا كي تا هو كيختار شكون غتلاقي له شكون ما يتلاقى تا هو كيدير تا هو الغربه كيما حنا كنوضوا نجمعوا مع بعضياتنا ونقول لك شوفي هذا اللي دار لك هادي لا قال لك هادي لا حط لك صور الطوموبيل لا بدا كيحن لا بدا لك هادي ودار لك هادي وهادي عارفيه راه هكا ورث الرجاله حتى هما راه كيديو على هاد الامور هاد هو باش يختار واحد الزوجه ولا يتخيلك شوفي التريك شنو هو انه تخليه يجي الراجل الا خليتيه يتخيلك صافي راه كاينه البوسيبيليتي انه يتزوج بك فتخيلي معايا انت كتخرجي مع واحد ومع عمرو تتخيلك في دماغه انك تكوني زوجته ديالو في المستقبل فهمتي فباش يتخيلك هذه نقطه ما ذكرتهاش في الفيديو اللي فات غادي نقرأ لكم اهم حاجه انه يتخيلك زوجه وباش يتخيلك زوجه خاصك ديري هذوك الامور اللي هو اش كيبغي الراجل اي راجل في العالم باغي مراه تعطيه الكالم في حياته ما تنقرش عليه ما تديرش عليه تعطيه السكينه والامان وهذا وهذا غير ديك اللي غيجيب لدارو فهذا عاد اللي جابوا دوك اللي كيغوتوا معصبين داكشي تقولبوا فهمتوا الراجل هكا حيت هو واحد الانسان كيخدم كيدير مجهود عضلي يعني انا كنهضر لكم من الطبيعه ومن الاجدود جدودنا وداك الشيء كيفاش داير يعني كان شويه ديال دابا كنعطيك مثال دائما انا كنرجع لجدودنا شنو كانوا دايرين باش الراجل حيت حتى تقول لي واش المراه كدير مجهود دابا ما كنهضرش كان داك الطبيعه ديالنا دابا التطور التكنولوجي خلاتنا حتى حنا نوضوا الفجر نخدموا وداك الشيء المهم كيبغي حتى هو كيدير مجهود عضلي كيمشي يصيد كيمشي يجيب الماكله كيمشي دبار طا 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 كيبغي يجي للدار يلقى الهدوء السكينه وهذا وهذا ماشي يبقى في الدار فهمتوا ف
فجينيا الراجل فطبيعيا الراجل هذه اول حاجه كيشوف المراه. اش كنقول لك انايا خاصك في الشوفه تعطيه الراحه. اش بقيت كنقول لكم سامبل سامبل كتفرجت في الفيديو ديالي لقيت راسي كنقول سامبل سامبل سيتي سامبل حاجه اش كيوصلوا واحد الميساج ديال الراحه هذا هو اللي غيوصل. شوفي شنو كيدير واخا يكون هو قادر ماديا ولكن كيشوفك سامبل كيقول لا هو ما غاديش ما كتعطيه داك الاحساس ديال انني ما غاديش تكون هاد المره بزاف عليا اوتوماتيكمون ممكن تقدر هي تكون هذيك المره نيتر ما غتكونش بزاف عليها راه على قد الحال وهذا ولكن حيت هي مديره ليه الهايلالا والمهرجان وداك الشيء عقلو كيفهم ان غادي تكون بزاف عليه واه سامبليسي داير داك الشيء فهمتي باش الراجل كيفهم ان المراه كان غتجيب ليه السكينه لدارو هذا يطرى شي مشكل لما كاينش مشكل تبيني انك كيفاش كتعاملي مع المشاكل وهذا ما كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل ما كاينش ديك السينات هذا هادشي كامل كيأثر. دابا حنايا بغينا الراجل بغينا الراجل غير يتخيلك حيت لا تخيلك كما قلت لكم الشيء الاخر ساهل فهمتي حيت البنت البنت ما غتطلق او باغا تتسدد وباغا راجل تكمل معاه حياتها وفهمتي كتكون كتقدر شي اغلاط اللي هي ما حاساش بيهم اللي هي غادة البنت في العلاقه غادة مع هذا الراجل في العلاقه وما عارفاش ان اشني وما عارفاش انه هو ما كيتخيل حتى التخيل. اي بنت اي بنت في اي علاقه هذاك الوقت اللي كدوزو في العلاقه دائما هي البنت ما كتبغيش تضيع الوقت في العلاقه ماشي بحال الراجل. فهي ملي كتكون كدوز الوقت اليوم ملاقيه على ملاقيه يوم على يوم هي بالنسبه ليها راه بحال كتقرب لهذيك النقطه ديال الزواج ديال الحلال ديال ديال ديال. فانايا هادشي اللي كنقول لكم انايا غير باش تعرفي راسك راك على الطريق الصحيحه. يعني الراجل هاش كيبغي كيبغي مراه هو يكون معصب وهي كتقول ماشي مشكل هي كتلقى ليه الحل. كان موعدها نخرج لواحد مثلا واحد البلاصه نمشي لواحد البلاصه ما صدقاتش كتقول لي صافي ماشي مشكل هذه شخصيتك اللي خاصها تكون في العلاقه في البدايه ديال العلاقه. واحد البنت في كومونتير قالت لهم البنات وياكم تبعوا هاد النصائح هي حاله خاصه وليست تعميم كل شيء على الفيرست امبريشن خصوصا مع رجال الاعمال. سمعوا رجال الاعمال كيهتموا بتفاصيل صغيره وياك تمشي بجوجين ولا ليجين كتباني ساهله the girl next door يقدر يعرض عليك علاقه عابره ولا طويله ولكن ليست جديه. انا ما كنتفقش معاك. اول حاجه انا ملي كان نهضر في شي موضوع انا ما كنهضرش مثلا قال لكم كيفاش تخلي تزوج بك راه ما كنهضرش انايا من خلال تجربتي انا كنهضر من خلال تحليلي حيت انا تجربتي انايا حتى واحد ما ياخذها كمثال لانه انا انسانه مميزه فهمتي انا ما كنهضرش يعني كنقول لكم ها شنو انا درت هاد الشوت وما ديرو لا انا تنهضر لك اشنو فهمت انايا انا درت تحاليل انايا اون جينيرال انا يعني انا واحد الانسانه هادي فيا هادي واش نعمه من عند الله ولا شنو هو ما عارفاش انايا بالضبط باقا ما عرفتش ولكن انا هادي فيا انا واحد الانسانه اللي كيتعرف عليا ما كيبغيش يخسر هادي نقولها لكم. فانا باش كنعطيكم نصائح راه ما تنقولش لكم انايا حيتاش انايا صدقت ليا شحال من مره ولا انايا كنقول لكم هاتوا تبعوا هادشي اللي تبعته غادي ينفعكم. لا انايا غير درت تحليل وشايفه تجارب ديال ناس اخرين وعندي صحابي كنهضر معاهم تلاقيت مع ناس مزلوطين وتلاقيت مع ناس عندهم فلوس وتلاقيت مع رجال اعمال وانايا هادشي العصاره جايه كنعصرها عليكم هنايا في اليوتيوب. فانا مش كنعطي شي حاجه ماشي كننطلقش من من, من 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 هذا ولكن كاينين شي حوايج اللي توفرت فيا كانوا واحد بعد التحليل كنقول هذه علاش هذه كدير وهذه كدير وهذه كدير وهذه كدير وهذه باش انا كنجي نقول لكم فهاد القضيه ديال هاد البنت قالت لك حكا ما خاصكش تمشي بليغينز. انا ماشي قلت لك سيروا بليغينز الفكره هي انك تمشي سامبل لابسه سامبل راه تقدر تكون كسوه سامبل راه تقدر تكون جوب و تيشيرت سامبل. انا ماشي كنقول لك انا سيري بليغينز ولكن انا ملي كنكون تنهضر
اون جينيرال، وكتجيني انا واحد الفكره اللي انايا ديجا دزت منها واحد المثال اللي انايا من حياتي كنعطي هذاك المثال. قلت لكم بحال انايا نشوف سبحان الله، انا المره الاولى والمره الثانيه ما كنقولش لكم سيروا، انا حيت مشيت المره الاولى والمره الثانيه سيروا نتوما بليغينز، لا واش فهمتي؟ حيتاش انا غنشرح لكم، راه ماشي اي بنت غتلبس ليغينز وتيشيرت غيجي معاها باش نهضروا، راه نتوما قيسوا ديروا التناسب وزيدوا ونقصوا، ولكن تقدري تلبسي واحد راه سامبل وغتلبسي صايا وغتلبسي الفوق شي تريك وهكا سامبل، وهانتي هادي راه سامبل. فهمت كيفاش تكسر حوايج الرياضه؟ انا غير عطيتكم مثال ديالي انا، هذا راه بالصدفه، هذاك الشيء راه جا صدفه، ماشي انا قصدت نمشي بحوايج الرياضه. انا كنت دايره الخطه انا غادي نمشي بحوايج الرياضه باش، لا انا هاد الامور كطرا والتجارب كطرا والناس ديال الناس وديالي وديال العالم وداكشي، وانا كنجي كنحلل علاش هادي وعلاش هادي، ها هادي كتخلي الواحد يفكر هكا، ولا انا جايه كندير لكم التحليل نتوما مالكم. وهاد البنت اللي قالت لك حكا خصوصا رجال الاعمال، رجال الاعمال كيبغي هادي وهادي، شوفي كيبغي الا خاصك تكوني ماشي، انا ماكش كسري موسخه الرجل الاعمال، راه الا مشيتي ليه بالشيك بالشيك ولا لابسه ليا انا لاغوب ولا لابسه ليا هذا، راه هي فاش غادي يديرك علاقه عابيه ابنتي. ولكن ملي كيشوفك ما مسوقاش ليه نجي نلبس لك انايا، شوف ما غاديش ندخلوا في هاد النقاش ديال رجال الاعمال، لان واحد البحار رجال الاعمال راه ماشي بحال الناس العاديين. رجل الاعمال خا رجل الاعمال اللي كيشري لك الكسوه باش تجي لابسه عندو فونتازم، ما تنهضروش على ما تهضريش ليا انا، كنعطي لك على راجل عادي يبيت ستيتي ستيتك تتزوجي بيه ديري معاه وليدات، داك الحلم ديال البنت اي بنت تعيش هانيه، هذا ما كنهضرش على رجل الاعمال تقي غاده ليا انا الموناكو جايه ليا هذاك الشيء وراءه ما وراءه الطيارات الخاصة غدا ليا المالديف جاية ليا من هنا، ماشي كنقول لكم ما تسافروش، ولكن هذيك الصورة اللي كتشوفوا ديال وحدة خدات رجل أعمال ها هي في موناكو، هاي ما وراءها أسرار حتى واحد ما غيقولها ليكم، أنا عارفاها، ولكن ما غاديش نقول لك أنا شوفي أنا راه مشيت لموناكو راها القصة ونقول لك الخطة وشنا هو، فهمتي؟ حيت الأمور في التصاور وفي هذا كتبان زوينة، ولكن ما وراء تلقايها واقيلا حصل خير. المهم هذا موضوع اخر انا ما تنهضرش عليه دابا، هذا هو المشكله ديال البنات تيخلطوا، انا تنهضر على واحد الحاجه في راسي حاجه والبنات جايه مخلطه ليا رجل الاعمال مخلطه ليا وزير مخلطه، ما تنهضرش على داكشي كبير علينا حنا يا اختي، نهضروا على راجل ميسور مزيان تمشي تعيشي معاه، بغيتي راجل لاباس عليه اختي كفضي على دراعك. البنت مثلا قالت لكم البنات الزواج ماشي انجاز ولا حل اجتماعي، خصوصا في هذا الوقت اللي لقات تقرا وتخدم خدمه مزيانه عاد تفكر في الزواج بشخص باغيك هو ماشي لاصقه فيه، الزواج مسؤوليه وسط الراس في هذا الوقت. شوفوا هذه الهضره زوينه ومزيانه، ولكن انا ما كنبغيش البنات يطيحوا في داك الفخ، حيت ماشي كلشي كيفهم بنفس الطريقه. دابا هاد البنت تقدري تقدر البنت اخرى تفهم منها ان شوفي كل شيء لا خدمه وها راه تقراي وتخدمي وداكشي وما تنكريش انك انت كتبغي واحد يبغيك وتسديتي وتنتي تكوني مع واحد الانسان كيبغيك، لانه غتكوني كتكذبي علينا، هي انت غتكوني ليزبيانه هي غادي تكوني فيمينيست متطرفه او متعصبه او شي حاجه، ولا عندك شي تجارب في حياتك مع الرجاله كرهوك، وكتجي كتوصلي للبنات اللي ما عندهمش علاقه بهذا الشيء تتوصلي لهم هذه الفكره، الانسان مزيان يخدم مزيان يقرا وكل شيء ونطيروا وننزلوا كنبغيو راجل نحطوا عليه الراس صافي، لا خدمه المهم هو الخدمه، مهم الخدمه، مهم القرايه، مهم هادشي كتنفع في الحياه كتنفع في بزاف ديال الحوايج، ولكن ماشي الراجل مهم في الحياه. انا اختي دير شوف ويك ويك، الراجل مهم في الحياه، يكذب عليكم الكذاب غير بداكم يكذبوا عليكم هذوك الفيمينيستيات يقولوا لك حكا خاصك تكوني انت خاصك نكون انا ونكون قاري وهذا ونجيب اللي بغيت كل شيء انا، نكون واعره ولباسه وعقليه وقاريه وفيما حطيتيني نتحط ونجيب الراجل اللي بغيت انا.
هاد البنات هاد بحال هاد لي كومونتير بحال اللي كيقول لك لا راه هي تقراي وتخدمي وداكشي. يا الراجل دابا انا هاد الميساج انا لهاد الفيديوهات اللي كندير هاد الفيديو ديال هذا اللي قبل وهذا اللي درت فهموا انني كنهضر ملي قلت البنات ها كيفاش تجيبي الراجل بحال قلت لهم ما تقراوش مع انني ما خرجت بحال قلت لهم ما تقراوش ما تخدموش دبروا على راجل. شفتوا كيفاش الانسان كيفهم شي حوايج ما كتقوليهمش كاع. انا بالنسبه لي ملي كنقول كيفاش تجيبيه وراه انتي قاري راه الا ما كنتيش قاري وما خداماش غادي تجيبي لويلك حل ما تجيبي والو. حيت شي ضروري الراجل حتى هو بغى مرا اللي غادي تقري ليه ولادو ولا تحفظ ليه ولادو قرايه مزيانه لك تعرفي كني تدخلي ومن تخرجي ومن حيتاش ما كنتيش قاريه. انا بالنسبه لي ملي كنقول قرايه انسانه واعيه كاين واحد قاري واخا راعي تكوني انسانه واعيه ذكيه وهاد الذكاء وداكشي راه كيجي مع التجارب. تقول لي انا مخشيه في دار باك وامك وداكشي وجبني غادي تجيب هاد الذكاء ما عندك ما تجيب الا الذكاء كيجي مع الزنقه كيجي مع التجارب كيجي مع الصحاب كيجي مع الخدمه كيجي 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 ما عندك مين تجيبيه في شي قوت اخر. يعني انايا خديها من عندي انا ملي كنهضر معاك ونعطيك نصيحه انا كنعتبرك ديجا قاريه وخدامه احنا راه غادي كنجري. ايوا صافي واللي ما قراتش ها انترنت انترنت تقرا فيه حسن من المدرسه. هذوك البنات اللي كيطلعوا يديروا لنا هاد هاد الكومونتيرات وداك الشيء ديال انا كنتفهمكم البنات وحق راه ديال لا قراي وديري وفعلي كيكون باها ديجا هي كبرت فواحد العائله باها كان كيخون امها وما كيصرفش عليهم وما مسوقش ليهم وعايش حياته طلع هي دايره اتونسيون فهمتوا كتعطيك واحد النصيحه بيزد اون التجربه ديالها حيتاش باها كان ما مسوقش كيخون ما تيصرف على العيالات او تيتصاحب وداكشي وفلوس المصروف كيمشي يصرفو كيقول لهم انا ما عنديش كطلع اكيد هادشي كيأثر كطلع واحد الانسانه ما تتحملش الرجاله او بالنسبه لها الراجل غير كتبروفيتي فيه بدون مشاعر ما تحملو ما يحمل فهمتوني وغتعطي غتعطيني انا وحده بحال هادي غتعطيني انا نصيحه غتخرج عليا فهمتي كتعطيني انا يا راه مشكله الواحد يعطيك نصيحه انطلاقا من تجربته الشخصيه رانا ويلي وتخلينا حنا بلاش فانو فانا ملي كنعطي نصيحه ماشي تجربتي الشخصيه انا ملي كان جابده من تجربتي الشخصيه طبعا والناس ومن حولي واللي شفت وعائلتي وعائلة الجيران والجيره كل شيء جابده والتلفازه وانترنت وشي كامل كنعصر ليكم ما مشان نجيب لكم غنكون مصطيه انا اللي جبت لكم تجربتي بوحدو وقالت نبلبل عليكم انا لا 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 دائما خشي الوسطيه والاعتدال دوخي تعرفي راه واش على صح ولا فلانه على صح دوخي ما بين الاراء دوخي ما بين الاراء الوسطيه والاعتدال بغيت نخدم ماشي ضروري تخدمي وتقراي وبلا راجل وماشي ضروري تتزوجي لا خدمه لا قرايه لا خدمه قرايه كلشي طماعين حنايا بغينا كلشي شويه 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 الوسط فهمتي فيما تدوخو ورجعو الوسط وصافي يتهلاو في راسكم. ايوا راه انايا زدت وانايا كان نهضروا داكشي راني حبست الفيديو وحنا شفت زدت الخضره راني حطيت الخضره في الجناب ديال الدجاجه ما شفتونيش بزبيده وشويه الخضره. ايوا اختي الا كان عندكم شي زهر ملي يجي اراش بغي نحطو داكشي نوريكم الدجاجه كي كتخرج. ايوا المهم البنات تهلاو ليا في راسكم وداكشي راه عط الله ما يتقال وداكشي والبنات اللي مزوجات قالوا لي روعه وحنا ما تنصحيناش حنا ما نقولوش ضروري حنا كنهضروا انا راه ماشي تصحبوني انا جالسه هنايا واقفه هنا انا استاذه ولا دكتوره ولا شي حاجه جالسه تنقول لكم انا هضرتي هي القران انا راه غير نقدر نكون غالطه هضرتي خذوا منا اللي يفيدكم لوحوا منا اللي ما كيفيدكمش كما انا كندير انا راه ما كنشدش الهضره ديال اي واحد كنشدها من اتل زاد كنشد من داكشي اللي غيسلكني ولا غيجيني مزيان وما تبقى في الزباله. هذاك الشيء اللي ديرو تبقاش تشدوا الحاجه كما هي دائما نزيدوا عليها الملح والبزار وزيت العود وداك الشيء. اي لاف يو سو ماتش وخليو لي الكومونتيرات ديالكم نعرف رايكم بحال دابا من هاد لي كومونتير انايا اللي شفت على الفيديو السابق صايبت لكم هاد الفيديو باش فهمتي كناخذو كن
يدي وكنجيبو في الهضره. اي لاف يو سو ماتش، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه ديالي الجميله وصافي، وتسناو الفيديو الجاي. الدجاجه كي كتجي شوفوا الخضره اللي حطيت، شوفوا شحال دابت. يعني كل واحد يدير على حسب، انا كاينه غير انا واراش، دونك يا كيجي الشكل ديالها بحال هكا، وكتجي بنينه وزوينه وتاكلوها بالصحه وناكلوها بالصحه والراحه.